بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة أعضاء مجلس الأمة، السادة الحضور من الهيئة العامة لمكافحة الفساد وجهاز المراقبين الماليين وجمعية الشفافية، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في مجلس الأمة بيت الشعب، وأحيي القائمين على هذه الاحتفالية التي تقام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يدور حول محور شديد الأهمية، ألا وهو الشفافية وسبل مكافحة الفساد. قبل كل شيء، لنتفق على أن الأمن الوطني هو حجر الزاوية في أي بناء تنموي وأي نهضة وطنية، وأن هذا الأمن هو بوابتنا لتحقيق الاستقرار الضروري لأي تنمية مستدامة. ولكن علينا أن نتفق على أن تلك المرتكزات المذكورة لن تتم دون عناصر ثلاث رئيسية، وهي الحريات وسيادة القانون والحكم الرشيد. وأحدى أهم الركائز الرئيسية في تحقيق الحكم الرشيد هو تطبيق مبادئ الشفافية والتكاشف والعمل في النور. أتحدث عن الشفافية التي من خلالها نعرف كيفية تطبيق القانون ومآلاته. أتحدث عن الشفافية التي تكشف مواضع الخلل والفساد. أتحدث عن الشفافية التي تحدد من هو المسؤول عن أي خلل أو تقصير أو اعتوار وكيفية محاسبته. أعرف أيها الأخوة أننا إزاء موضوع الشفافية ومحاربة الفساد نقف جميعا أمام معضلتين بنيويتين مزمنتين، وهما كيف يكون هناك حديث عن فساد ولا تحدد هوية الفاسدين، ومن جانب آخر كيف تحت شعار التشدد في محاربة الفساد نقع في دائرة تعطيل الأعمال والإنجاز وإطالة الدورة المستندية. علينا أن نعترف أن كثرة الحديث عن الفساد دون أن نجد هناك فاسدين يتم معاقبتهم أمر يبعث على اليأس والقنوط، وقد يدخل الناس في مأزق الاعتياد على وجود فساد، وهنا تكمن الخطورة. كما أن علينا الاعتراف أن كثيرا من المشاريع قد تم تعطيلها بحجة وجود شبهات فساد. إذن نحن أمام استحقاقين مهمين. الأول هو ضمان أن نكرس كل آليات المراقبة، ولكن بشكل احترافي وسلس ومتدفق، يضمن أخيراً أن تتم الموافقة على كل ما هو قانوني وسليم إجرائياً من دون أن تتحول تلك الآليات والهيئات الرقابية إلى بؤر بيروقراطية شديدة الترهل والبطء. بمعنى آخر، علينا احترام كل دوائر المراقبة وسلطات التدقيق من مجلس الأمة وديوان محاسبة وجهاز مراقبين ماليين وجهاز مناقصات وصحافة وأعلام وجمعيات ومؤسسات مجتمعية مختصة بأعمال الرقابة والمحاسبة والحكم الرشيد، وفي ذات الوقت ضمان تنظيم هذا النوع من العمل الرقابي بحيث لا تتحول إلى وسيلة لإجهاض أي مشروع أو إجراء أو قرار صائب من شأنه دفع عملية البناء في المجتمع. أما الاستحقاق الثاني فهو ضرورة سد كل الثغرات القانونية ومجالات التلاعب والتنصل والحيل الإجرائية من أجل تقديم كل فاسد أو متجاوز للعدالة. أعرف بأن هذين الاستحقاقين يتطلبان عملاً طويلاً ومجهوداً كبيراً، لكن علينا أن نبدأ. وهنا أريد الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي أن عملية تطوير الأدوات والآليات الرقابية استحقاق دائم علينا كبرلمانيين القيام به. ولعل أقرب مثال زمني على أهمية متابعة هذا النوع من التطور الرقابي هو ما قام به المجلس السابق من خطوات مهمة في هذا الاتجاه، ومنها إنشاء جهاز المراقبين الماليين وعقد جلسات مفتوحة لأول مرة بحضور ديوان المحاسبة لمناقشة ملاحظات الديوان عن كل وزارة، إضافة إلى التعديل المهم الذي قام به المجلس على قانون الخدمة المدنية، حيث تمت إضافة فقرة جديدة للمادة 36 من القانون مكنت ديوان المحاسبة من تفعيل دوره في توقيع عقوبات تأديبية على الموظفين المرتكبين لمخالفات مالية. وبالفعل منذ إقرار هذا التعديل تم إحالة 36 موظفا قياديا لمحاكمات تأديبية. وأخيرا
أتمنى لملتقاكم هذا أن يساهم ولو بجزء يسير في تسليط الضوء على تلك القضايا والملفات، مؤكداً باسمي وباسم كافة أعضاء مجلس الأمة على الاستعداد الكامل لأي مساهمة منا في سبيل إنجاح مهمتكم. أشكركم مرة أخرى على حضوركم، متمنياً لملتقاكم كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.